بزاف الناس اقترحوا عليا في لي كومونتير. اليوم غندخل وسط البحر غنصيد بندقية الصيد اللي هي هادي والبالمات، يعني غنصيد بالغوص الحر بلا اكسجين بلا حتى شي حاجه. غنهبط غنصيد الحوت واي حاجه شديتها غنديروا لها تقييم تقريبي وسط الماء، يعني شديت شي بياسه غنقول لكم هادي راه غتباع بقدا وقدا. وفي الاخر ديال الفيديو غنجيبوا الحصيله ديالنا وغنعبروها بالميزان وغنعطيكم ثمن تقريبي ديال الحصيله او التقييم الشامل ديالها. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، وكما كتعرفوا هذا اول فيديو في المغرب مورا ما جيت في اسيا. دابا الحمد لله رجعنا للمغرب وغنشوف معاش غنتلاقاو عاوتاني، اكيد غيكونوا مفاجات. خليكم معنا. قبل الشروع في عملية الصيد تحت الماء لابد من بعض المستلزمات الضرورية لضمان راحة وفعالية اكثر اثناء الصيد. هذه فيها البلوم الداخل، نفس الدور اللي كديروا الصمتة ديال الثقل، غير هو كنقسموا الثقل على الظهر والصمتة باش ما نضروش في ظهرنا حيت الثقل بزاف كيضر في الظهر. الموس ضروري، ما عندكش الموس بلا ما تدخل البحر، ما ضربش تجيب الوقت شدك شي شبكه شدك شي خيط تلقى مع شي حوته كبيره خصك باش تقتلها، يعني الموس ضروري. لاكروش بوسون فاش تعلق الحوت اللي قالتها هما ضروري، حيت فاش كتدخل الماء يديك كيرطبوا بزاف، ها كتقيس الجرف كتجرح، يعني اللي قالت ضروري. المصباح باش نقلبوا في الجحور المظلمه لداخل الا كان شي سنور ولا شي حاجه. وعندنا البالمات والفيزي باش غنصيدو بطبيعه الحال. بسم الله على بركه الله. دابا الخوذه بقاو غاديين ومصيدين، بقاو داخلين ومصيدين، الله يجيبها سبيلا. بعد الدخول مباشره تصدمت من المنظر اللي كنشوفو قدامي. سبحان الله الخوت والبحر التردب ديال بصح كاع دوك المصايد اللي كنت كنصيد فيهم ولات فيهم هرب. لا شوف اخر مره غتصطاد في هاد البلاصه كنت خليتها عامره بلي روش وعامره بالجحور، ودابا كيف ما كتشوفو ولات عامره بالرمله بحال الصحراء. هادشي كله رملاح. المهم غنحاول الدراري غندخلوا لداخل، الداخل غيكون فيه غيكون فيه بيت ان شاء الله. اليوم راني داخل بوحدي الخوت، ما كنصيد حتى شي واحد بحال هكا. انا وصلت لواحد الحجره الخوت وسط البحر، تقريبا كاين واحد 10 متر ولا 12 متر ديال العمق هنايا، غادي نهبط نشوف اش كاين تحت. بعد زحف الرمال لهاد المناطق المصايد كلهم تبدلوا، كاع البلايص اللي كنت مولف كنلقى فيهم الحجار لقيت فيهم الرمله، والبلايص اللي كنت مولف كنلقى فيهم الرمله لقيت فيهم الحجر. غنحاول نشوف الا كانوا هنا الغيران غادي نصيدوا فيهم ان شاء الله. اول هبطه في اول مصيد غتكون هبطه استكشافيه باش نشوف واش كاين لتحت، واش البلاصه مزيانه للصيد ولا لا. بعد الوصول الى القاع كنختاروا احسن بلاصه باش نديروا الترصد ديالنا ونزقاو بلاصتنا ونديروا نداء الحنجره وتسناو الحوت يقرب. الحوت الصغير قليل بزاف، والحوت الصغير هو اللي كيجيب الحوت الكبير، الا ما كانش الحوت الصغير يعني راه الحوت الكبير ما غيكونش. بعد القيام بنداء الحنجره عده مرات جا قرب مني حوت صغير، لكن ماشي بالاعداد الكافيه اللي يقدر تجيب لينا الحوت الكبير، لكن على الاقل استمتعنا بالمنظر ومختلف الالوان ومختلف انواع الاسماك الصغيره. صراحه الحياه البحريه شي حاجه اللي زوينه بزاف، خصوصا شي حاجه اللي ما كنشوفوهاش ديما. بعد انتهاء مده كتم الانفاس كنكونوا مضطرين اننا نطلعوا نتنفسوا، لكن بهاد المناسبه انا غنتحول لمصيد واحد اخر، داكشي علاش غنجمع الثقل ديال البوقيه ديالي وغنتحول لمصيد اخر. هنا لقيت المصيد وغندير اول هبطه استكشافيه باش نشوف واش كاين لتحت. كأول ملاحظة في هذا المكان الرملة طاغية على الحجر، وهادشي كيعني أننا خصنا نزيدو نتوغلو لوسط البحر ونزيدو في العمق ونزيدو في المخاطرة. لكن الجدير بالذكر أنه كاين بعض الأنواع من الأسماك اللي كتفضل المصايد الرملية مثل التيربو والصول سرقالة وأوراق وبزاف ديال الأنواع الأخرى، لكن في هذه الحالة ما كاين حتى وحدة منهم، يعني غنبدلو المصيد وغادي نزيدو نتوغلو وسط البحر. هنا وصلنا لمصيد جديد كنسمعوا المفرقعات ديال الطحالب البحر من الفوق، هادشي اللي خلانا نهبطوا بكل حماس ونستكشفوا هذا المصيد اشنو كاين فيه. بعد الوصول الى القاع ولينا كنسمعوا مفرقعات طحالب البحر جايه من قدامنا وماشي من هذه البلاصه، يعني قربنا لشي مصيد زوين، لكن هادشي ما كيمنعش اننا نديروا تقنيه الترصد في هذا المكان.
طرب مقبض البندقية مع الصخور اللي كيثير فضول الأسماك وكيخليها تقرب باش تشوفش داكشي. هنا وصلنا للمصيد المنشود، المكان اللي كنا كنقلبوا عليه من الصباح. كيف ما كتشوفوا الأسماك الصغيرة كتيرة بزاف في هاد البلاصة، وإلا كان البريداتور أو الأسماك المفترسة أكيد غتكون متواجدة هنا. للأمانة الإخوان، هاد الغوصة كانت من أصعب الغواصات في حياتي، لأنني كنلقى مصايد مزيانين لكن الحوت ما كنلقاش، ولكن في الأخير ما خيبنيش الله. خليكم مع الفيديو وغتفهموا كل شيء. وهذا مصيد زوين، غنوجدو ليه دابا السفل باش نهبطو نديرو شي هبطة طويلة باش يقرب لنا الحوت. المصيد زوين تبارك الله ديال الصيد. هنا حاولت نختار افضل زاويه للترصد نظرا للاتجاه اللي كيجي منه الحوت، وايضا اتجاه الطيارات البحريه، لانه في تقنيه الترصد خصنا نكونوا حريصين على التخفي الجيد اي مكان الترصد، وايضا على اتجاهات الطيار باش ريحتنا ما توصلش للحوت، لان اكثر الحواس فعاليه عند اغلب الاسماك هي حاسه الشم والنظر. مصيد حي الله مبارك يعيش بالاسماك الصغيره والحياه البحريه، لكن للاسف لحد الان باقي ما بان حتى شي حوته كبيره، الشيء اللي غيخليني نطلع ونبدل النقطه، ولكن غنهبط في نفس المصيد. بعد الوصول الى القاع كيبانوا لي غيران قدامي، لكن قبل ما نمشي نستهدف الغيران خصني ضروري ندير تقنيه الترصد باش ما نحرقش المصيد. وانا جالس كنترصد للاسماك كاين عدو اخر كيترصد ليا، واحد شويه غتشوفوه. سمكه مرينا كانت مخبيه في الجرف، ضربتني في البالمات وطلعت في حالي. هنا عاودت رجعت لنفس المكان، لكن هاد المره ماشي للترصد، هاد المره غنستهدفو الجحور نشوف واش كاين تما. هادي السمكه الكهربائيه او الرايه الكهربائيه، وهي نوع من الاسماك المسطحه اللي كتعيش في الرمال وفي الجحور، وعندها ميزه مذهله بزاف واللي هي الصعق بالكهرباء واللي غنصادفوها بزاف في هاد الخرجات. اما هذا اللي قدامنا عنكبوت البحر محبوب الجماهير، لقينا عليه التحيه وزنا في حالنا خليناه يعيش. بعد البحث في هاد الجحور هادشي اللي لقينا وقررنا اننا نبدلو المصيد، غنهزو الثقه ديال البقيه ديالنا وغنزيدو في حالنا نقلبو على افضل مصيد نقدروا نلقاو فيه الحوت. وكالعادة في اي مصيد جديد الغوصة الاولى كتكون استكشافية باش نشوفوا النقاط اللي نقدروا نديروا فيهم الترصد ونشوفوا المصيد كي داير. وانا كندير في الترصد سمكة بولبردع جاية كتقرب، تقربت لحدايا وهي الدور، هذا مؤشر زوين يعني بدينا كنقربوا للبلاصة اللي فيها الحوت. باش نوصل لكم شويه من صعوبه الصيد، الان تقريبا شي 3 السوايع وانا مصيد، باقي ما شديت حتى بياسه، لكن مولفين هادشي في القطيس، بعض المرات ما كتشد والو حتى للساعه الاخرى كتعمر الصمته بالحوت وكتخرج في حالك. بعد مده من الترصد ما عمرنا شفنا حتى شي حوته، من بعد ما شفت البولبرادع تحمست بزاف وقررت نطلع ونعاود نرجع لنفس المصيد وندير الترصد ونتسناها ترجع. اول سلاح خاصك تعتمد عليه في الصيد بكاع التقنيات سواء بالقصبة او لا بالغوص او لا كيف ما كان، هو الصبر والامال، وديما تكون متاكد بلي راك غادي تشد شي حاجه باش في الاخر تشد شي حاجه. هنا بدل المصيد ومشيت لبلاصه اخرى ومصيد اخر، واللي كانت فيه واحد المفاجاه اللي ما كنتش كنتوقعها، سمكه عملاقه اللهم بارك جات لحدايا وهي طالعه. الحوت اللي دازت حدايا اللهم بارك شافني وهي تقول بوم
تبارك الله. للأسف الكاميرا ما شدتش اللقطة مزيان، لكن السمكة اللي قربت مني شك فيها يا إما دوراد يا إما دانتي، لأن الباجر ما يمكنش يدير هذيك الانطلاقة. رغم أن الصورة ما وضحاش مزيان، لكن صوت الديالة كان باين، الصوت اللي كيكون صادر من الانطلاقة ديال السمك. كيفاش طولها هربت لي هذيك الحوته؟ علاش هذا الشيء؟ يلاه قربت توصل عندي بما تقاد لي السفن وطلعت ديك الطلعه اللي طلعت شافتني وهي طار. كيبان لي الحوت ما سارحش، شتي علاش غنجمع البوقيه وغنمشي للغيران؟ هنا خدمت فيه بتقنيه الترصد، كنهبط لتحت وكنتسنى الحوت يقرب مني، ولكن الحوت ما سارحش يعني غيكون مكبش في الغيران، غنمشيو نقلبوا عليه في الغيران حتى هما. والله الله يجيبها سمينة. الله هنا وصلت لمصيد جديد. صراحة التقلاب كان عشوائي، كيبانوا لي الحجر كنهبط نقلب، لكن فاش وصلت لهاد البلاصة تعرفت عليها وعرف بلي حداها بالضبط كاين حوطان كيكون فيه الصنور. في هاد المكان بالضبط وفي هاد الوضعية اللي أنا فيها بالضبط، فايت لي ضربت سمكة بارك وداعي ملاقة في هاد البلاصة، وأيضا سمكة دوران، لكن اليوم المفاجآت باقي ما بغاوش يبانو. دابا خصني نقلب تحت هاد الحطام هذا ونقلب تحت هاد الجروفة، كاين هنا غيران ديال الصنور غنقلبهم تا هما نشوفو على الله لقاو شي صنور. بعد أول هبطة في الحطام لاحظنا أن الأسماك الصغيرة كانت متوترة ومحمية بالحطام، يعني كاينة شي حاجة خالعها. أول تسديدة بالبندقية بعد 4 ساعات من الصيد، لكن للأسف التسديدة ما كانتش متوفقة. رجعنا مرة أخرى لأن المصيد كان زوين بزاف وفي أسماك صغيرة بزاف ودايرة فيها البراكودا. مادام أن البراكودا دايرة غيكون منها النصيب. الشيء اللي كيميز هذا المصيد هذا بالضبط هو هذا الحطام الحديدي اللي كيوفر مخابئ للأسماك الصغيرة اللي كتخبى فيها من الأسماك المفترسة، وأيضا مخابئ جيدة لأسماك الصنور والدرعي والشرغو ومختلف الأسماك الأخرى اللي كتتخبى في الجوهر. وكالعادة في أي مصيد دخلنا ليه جديد كنخدمو بالترصد هو الأول باش ما نحرقوش الحوت، عادة كنستهدفو الجوهر. بارك الله تبارك وتعالى الناس حدايا. الخوت كيف ما كتشوفوا راه السفلي مشى 3 شهور هذه ما غطست، نقصات عندي مده كتب من الانفاس على اي شويه بشويه طربوا على الثاني السفل. تقريبا واحد 5 د الغطسات هكاك 6 يرجعوا الثاني بلا كيما الاول. هنا غنبداو رحله البحث في الجحور، غنبداو بالجحور اللي كنعرفوهم في البلاصه بحثا عن اسماك الصنور. وانا جالس كنقلب تحت هذا الحطام الحديدي كاينين جوج باراكودات فوق راسي، فاش غنطلع راسي غادي تشوفوه. السمكتان ما قربوش المرمى السام وما كانوش في الرزق. بانوا لكم جوج باراكودات قدامي. جوج باراكودات دازوا قدامي تبارك الله. هنايا الخوت عاود رجعت للغيران ديال الصنور غنقلب عليه حتى غنلقاه. في هاد الجحور العميقة كاين أسماك الراية الكهربائية بكثرة، أعداد مهولة اللهم بارك، ما خلاش البلاصة للصنور.
تقريبا شي 50 حبة مستفة تحت هاد الجراف، لكن ما بغيتش نصيدها. مازال عيني على أسماك الصنور، أسماك الراية، كنتجنبها وكنحاول نشوف الداخل، ما ربان تكون شي سمكة صنور مخبية لداخل. كيف ما كتلاحظوا الخوت، راني كنقلب في الجحور وفي نفس الوقت رد البال للمحيط ديالي، حيتاش يقدر في أي لحظة تقرب منك شي حوتة كبيرة. هنا بدلت المصيد ومشيت لواحد المصيد كنعرفو مزيان، غندير فيه تقنية الترصد، ما ربان يجيب الله شي حاجة. كيف ما كتشوفوا الحوت الصغير موجود، خصنا غير الحوت الكبير. هنا تمكنت من سمكة الصنور في جحر عميق، لكن للأسف خرج منها السهم وعاود دخلات. ضربة الرمح كانت قاتلة، وعرف بلي سمكة الصنور ما غاديش تفلت من الدقة. هنا غادي نعاود نقوم بتلقيم البندقية، وغادي نعاود نهبط نقلب على سمكة الصنور، ولو أنه القاع ما بقاش كيبان. المهم غادي نهبط ونعاود نقلب على البلاصة ونقلب على الصنور. بعد الوصول الى جحر الصنور لقينا الرملة باقي مهزوزة وباقي ما كيبان والو، داكشي علاش غنطلع نتنفس مزيان وغنعاود نرجع. احتمال كبير ان الصنور يكون هرب، لكن كنتمنوا اننا نلقاوه بلاصتو. هنا لقيت راسي مشيت مع الكورون، مسافة ماشي كبيرة بزاف، لكن ما هبطتش في النقطة اللي خصني نهبط فيها. دابا راه لقيتها وغنعاود نطلع ونحاول نهبط فيها المرة الجاية. هنا وصلنا للجحر المنشود، واش غنلقاو الصنور ولا لا؟ خلينا نشوفو. الصنور كان في الرزق ولله الحمد، غنديرو ليه تقييم اولي فوق الماء، لكن في الحقيقة كان يستاهل اكثر. في الاخر ديال الفيديو عبرناه في الميزان ولقينا بلي راه كنا غالطين. اللهم بارك. أول حصيلة الخوت بعد معاناة طويلة. اللهم بارك. هاد البياسة تقريبا غتكون فيها واحد 4 كيلو تقريبا، المهم غادا تجيب واحد 250 درهم هكا على تقدير. المهم غادي نخرج على برا وغادي نعبروها وغادي نشوفو شحال فيها بالضبط وشحال غاتجيب بالضبط. بعد صيد سمكة الصنور تزاد الحماس وطلع الأدرينالين، وليت كنستهدف غير أسماك الصنور فيما كان شي شق ولا شي جحر كنقلبو. هاد الجحور اللي قدامنا مثالية جدا لأسماك الصنور، وفيت لي شديت الصنور في هاد الجحور، لكن الآن ما فيها والو. وأنا كنقلب في هاد الجحور اتصلت مع هاد الكائن الغريب. الخوت الله يجعل البركة من الصيف، نخرجو نديو معنا هاد البياسة ديال الصنور اللهم بارك علينا، غنعبروها نشوفو شحال غتجيب لينا، نشوفو التقييم ديالها بالضبط. شوف سبحان الله أوراق تابعنا، هاد أوراق راه فضولي، أي حاجة كتحرك ولا شي حاجة كتبري كيبقى تابعها. صراحة هاد أوراق زوين في الشواية ناضي، ولكن باقي صغير ما بغيتش نشدو دابا، خليه حتى يكبر. أنا دابا نصورو.
فين ما راه بارد اللهم بارك. الحوت ناقص ولكن سهل الله في هذه البياسه ديال السنور الله يجعل البركه. وكاين الحوت الصغير، كاين المناصفي، كاين الرايه، كاين عنكبوت البحر 3 سنتيم ما بغيتش ناخذها. خديتها واحد النهار في بحال هذه الوقيته واتلاقيت فيها الاولاد، تلاقوا الفيديو على الصفحه ديال الفيسبوك، فيديو قديم شويه، شديت رايه بحال هكا في بحال هذه الوقيته في العام واتلاقيت فيها اولاد صغار وندمت على شديتها، داكشي علاش ما بقيتش حامل كاع نشدها. بقاو معنا راه مازال باقي المفاجاه. انا قربت نوصل للدراري. ها بسم الله الله يجعل البركه. شو عندي ميزان شو هاد الخير شحال فيه؟ وانا الخوت اسمر الله مبارك باقي حي، شوف باقي كيتحرك. اول ميزان الدراري دابا غنعبروا نشوفوا شحال فيه. السمور بحال هذا تقريبا 71 درهم للكيلو، حنا غنعبروا وغنشوف شحال غيعطينا. السمور معتبر كما كتعرفوا الدراري، انا راه ما كنبيعش الحوت. هاد الخير هذا غادي نديه للدار، ولكن قبل ما نديه غادي نقيه بشويه عليك شي ما يعطني فهمتي. قبل ما نديه للدار غادي نقيوه وغادي نشوفوه اش هو، كنشوف كلشي بالدار. انا عارف فيكم الفضول تعرفوا اش كاين هنا. حنا دابا غنقيوه عاد غنعبروه اجي نحلوه دابا. اشوف اخي كيترى عاد اللهم بارك. شوف 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 يلا نمشيو نقيوه. الكرش ديالو غتكون فيها شي حاجه ما فيهاش. شوف كل شيء، شوف تبارك الله الله على مش هنا عاوتاني شي عجب. نفتحوا دابا نشوف واش كاين. هاد السنوره كيطلق واحد الماده بحال الزيت. ها غنديروا ليه العمليه دابا. بسم الله نقيزالي القز ضرب لي بالمصفى. خوت هاد السنور كاع ما كيموتش. الكبيده ديال السنور راه كتكالا الخوت. هاد الكبيده هادي راه يا سلام في المثل حيدوها هي الاولى. انا الخوت هاد الكبيده هادي راه غنيه بالفيتامينات، غنيه بالحديد، بروتين، كالسيوم، ناضيه بالجهد. باش تحمى اللهم بارك. اللهم بارك. عرفتي شحال هادي ما شفتش سنور بحال هكا مشحم ما شاء الله. شو الشحمة ومن الفوق حتى لتحت. هاد السنور هذا غيطلعوا فيه شي طويجنات تخيل العين كتبقى لك هذيك الشحمة. هاد الشحمة راه مزيانة ما تحيدوهاش. الزبدة 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 ناخذ الزبدة. شوف ما شاء الله يا سلام سبحان الله. كرشو ما فيها حتى شي حاجة خاوية عامرها بالنفس. انا ناخذ بعد ما لقينا السنور ديالنا غادي نعبروه نشوفوا شحال فيه. ها هو الميزان قلنا 70 درهم للكيلو. دابا غنشوفوا شحال غيجيب لينا الصندوق. ما شاء الله انا الخوت 4 كيلو و 760 غرام يعني تقريبا واحد 340 حتى 350 درهم مزيانه. كما قلت لكم الدراري انا راه ما كنبيعش الحوت. هذا الحوت هذا كان ديال الدار، غير درنا تقييم الحصيله، تقييم شامل الحصيله اللي شدينا اليوم باش تكون عندكم فكره. وصافي كيف ما شفتوا اليوم راه ما كانش الحوت، المره كان بارد بزاف، ولكن الحمد لله ما خيبناش الله، جبنا معنا الحصيله وجبنا معنا القابله. كنتمنى الفيديو يعجبكم وما تنساونيش بديك لايك شي كومونتير زوين وسبسكرايب للقناه الا ما كنتيش مشترك. السلام عليكم.